يقول: هل من إباحة المناظرة والمباحثة الدعوة إلى مناظرة أهل الأهواء والبدع؟ هذا لأهل العلم اللي عنده استطاعة يناظر أهل الأهواء والبدع ويرد عليهم، هذا واجب، هذا من مسائل الدعوة. وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة مناظرة، مجادلة مناظرة. إبراهيم عليه السلام ناظر قومه وناظر النمرود وناظر أباه، هذا من وسائل الدعوة بلا شك، لكن لمن يحسن المناظرة. نعم.